يقول: أخذت حطبا أو مجموعة من الخشب من البر ولم يكن هناك شخص، وبعد سنوات تبين أن للحطب صاحب، لكنني لا أعلم كم كان مقدار الحطب لأنني اتخذته في أعمال عدة، فماذا علي فعله؟ عليك أن تراجع صاحب الحطب أو صاحب الخشب وتعطيه قيمة الخشب أو يسامحك، لا بد من هذا، إما أن تعطيه القيمة تقدرها وتعطيها إياه أو يسامحك عنها إذا كان معلوما، وإن لم يكن صاحب الخشب معلوما فقدر قيمته وتصدق بها على أن أجرها لصاحبها. نعم.